كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم رانا متواجدين في المقر ديال جمعية الحشمة التنمية الاجتماعية، كنفتتحوا الأيام التضامنية اللي في الصورة ديالها الثانية. الحشمة التنمية الاجتماعية كتنظم الأيام التضامنية فيها مجموعة من الفقرات ومجموعة من الأنشطة، فيها تبرع بالدم، فيها تنشيط مع الأطفال الصغار في المناطق النائية، وكذلك عندنا حملة تضامنية ديال المساعدات أولية، مساعدات المواد الغذائية واللباس. درنا واحد بحث ميداني من خلالها حددنا الفئات اللي مهمشة ولا اللي ضعيفة ولا اللي محتاجة، من بعد كنوجدوا لهم يعني القافلة اللي غادي تمشي غدا إن شاء الله يوم الأحد 17 فبراير، اللي غادي نمشيو لزاوية سيدي عبد القادر. كاين تنشيط ومسابقات ثقافية اللي غادي يقوموا بهم جمعية تيفسوين للمسرح الأمازيغي، وكاين مجلس قيادة الشباب اللي مساهم في التنظيم ديال النشاط، وكاين مجموعة زيرو جائع. يعني احنا هاد السنة الهدف ديالنا هو ترسيخ ثقافة التضامن لدى الشباب. استهدفنا الشباب باش انه الشباب هما اللي ياخذوا المشعل.